أنا قسنطينة لازم نحكي لكم على فترة من تاريخي كانت قصيرة كي نقارنوها بعمري الطويل، لكن في النهاية ما أثرتش فيا كتير. بالصح كانت، كنا عام 429. في الأول المسافرين والتجار اللي جايين من الغرب كانوا يتكلموا عليها بقلق وخوف كبير. شعب جرماني جاي من بلاد إيبيريا قطع أعمدة هرقل مضيق جبل طارق وبدأ ينتشر في أرضنا الإفريقية. يقولوا كان عددهم 80,000 وبلك أكثر، جنود، رجال، نساء وأطفال وشيوخ، قامة طويلة وزي شقر، يتكلموا لغة خشينة غير مفهومة، كانوا جعانين، كلهم عنف وطامعين في الثروة. كان اسمهم الويندال، يحكيوا انه ملكهم جون سيريك على خلاف شعبه كانت قامته متوسطة وصبح أعرج بعد ما سقط من الحصان. كانوا يحكيوا تاني باللي كان عنده إرادة فولادية وذكاء خارق للعادة، كان متمكن من فنون الحرب والدبلوماسية اللي كانوا يخدموا طموحه اللي ما عندوش نهاية. هذا الملك استغل ضعف الرومان وحروبهم الداخلية، انحطاط سلطتهم والثورات المتكررة للشعوب المستعمرة. جون سيريك كان يحلم بمملكة في شمال إفريقيا اللي كانوا يسميوها في ذاك الوقت مخزن روما. بعد حروب كثيرة ومعارك، معاهدة صلح كانت تدوم غير الوقت الكافي لتوحيد الصفوف وفسخ المعاهدة من جديد، جون سيريك حقق أهدافه. أنا قسنطينة كنت شايفاته يقرب. حزنت بزاف كي عرفت باللي أسوار القيصرية تحطمت والقرى والأراضي تحرقت وأبشع الجرائم صارت. حزنت كي خبروني بموت القديس أغسطين فقوت من عام 430 كي حاصر الويندان مدينته إيبون. بعد ما تم الاحتلال، جون سيريك خلى لوراثته بلاد كبيرة وغنية وبين مسلمة للويندال. أنا قسنطينة بعد قرطاج كان لازم عليا نتعامل مع وجود هذا السادة الجدد. الويندال خداو مكان الرومان، استعملوا طريقة لباسهم، لغتهم ونمط العيش تاعهم. اللغة الويندالية كانت تبان غير في الشعائر الدينية، هنا يبان الفرق. الويندال كانوا آريين ومعارضين بقوة للطقوس الكاثوليكية. أنا شاهدة كي بناو قدام كل الكنائس المسيحية واليهودية معابد آرية، والباقي من شعبي كمل في عبادة الجدود آلهة الطبيعة اللي كانت تشابه مع آلهة البانثيون الروماني. الاستعمار الويندالي دام قرن، قوس صغير مفتوح في تاريخ طويل. الثورات والمقاومات عمرها ما حبست في الحقيقة. أشهرها الثورة اللي قادها كاباون تحت حكم تخازامونت بين 533 و534. جاليمير آخر ملوك الويندال انهزم أمام البيزنطيين.